مشاكل قطاع الصيد البحري للسيدات والسادة النواب المحترمين عن فريق الأصالة والمعاصرة. تفضلوا واحد النواب مشكور. الوزير، سؤالنا فريق الأصالة والمعاصرة هو حول المشاكل التي يعيشها قطاع الصيد البحري بالمملكة المغربية. شكرا السيد النائب المحترم. تفضلوا السيد الوزير. كون السيد النائب المحترم، انا غادي نتسناك لانه كيظهر لي انت اللي غتجيب المشاكل، انا غادي نجيب الاجابات اللي هي جد مهمه، وما غادي ندخل لهم من الشق فقط الاجتماعي، بانه الحمد لله كاين تعميم التغطيه الاجتماعيه والصحيه، كاين تعميم التامين الصحي على حوادث الشغل على جميع البحاره بما فيهم الصيادين التقليديين، وكاين كذلك تخفيف من الاضرار السلبيه لهجمات السمك ديال النيغو، كدعم المهنيين بمنطقه البحر المتوسط، وتجريب شباك صيد جديده اللي عطات نتائج اللي هي جد مهمه، وتجديد واحد الاتفاقيه اللي عملنا مع الاخوان في الحسيمه مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي باش يبداو يعملوا الامكانيات ديالهم. تفضل سيدي. شكرا سيد الوزير. تفضلوا سيد النائب المحترم. سيد الوزير، الانجازات نخليها للحكومه كتقولها، ولكن من بعض المشاكل اللي حنا بغينا نبلغوها لكم، منهم واحد البرنامج القضاء على الشباك العائمه المجرفه، هما لي فيلي مايون ديريفون، اللي صافتوا عليه تقريبا 300 مليون ديال الدرهم، منها 260 مليون ديال الدرهم لتعويض ارباب المراكب، و40 مليون لتعويض 2000 بحار. هذا كنقدروا نقولوا اليوم انه النتيجه كانت سلبيه، مازال الامر كما هو عليه، واكثر من ذلك حنا ولينا اليوم هذا نقطة ضعف بالنسبة لنا في المنظمات الغير الحكومية، لأنهم كيتكلموا على هذا الموضوع في الاتحاد الأوروبي، مازال اليوم مازال كيصيدوا بهم ليسبادون، وكيديو هاد التصاور لهاد المنابر باش كيشوهوا الصورة ديال المغرب. كذلك 75% من الإنتاج السمكي المخصص للوحدات الصناعية بالداخلة يباع خارج الداخلة، ولكن هو معمول باش يكون يشتغلوا به هذوك المصانع، يباع خارج هذه المنطقه هذه، وكاين بعض الاصناف اللي كاع ما كنلقاوهاش تما، هي لا كوربين، لو ستوك سي جنوب ديال بوجدور تراجع المنتوج ديالو ب 17% نتيجه الضغط، ما كاينش هذاك لو غولمون اللي كنتو وعدتوا به، ما كاين شيء. ف 2000 بين 2019 2020 هذا الشيء ولا ملحوظ. 25 باخره للصيد اللي كاينه بالجوف من نوع ار اس دي تمت مغاباتها، وكانت صغير في السابق كانت يلاه مستاجره لمده محدده. كنتسائلوا بما انه هاد التقنيه ما بقاتش معمول بها في العالم، علاش المغرب تسمى المغابه ديالها وكوني كانت في حاله ديالها سليمه، اللي كتعطيها كوطا بين 12000 و24000 طن، وكاين واحد سبحان الله عنده 80000 طن، وعطيته اكثر من ذلك، عطيته واحد لوتوريزاسيون باش يرجعوا لها فارين دو ساردين، وهذا كيتلف الثروه ديالنا اللي حنا كنحاولوا نجودوها. لاكواكولتور كبتوا لنا. محترم، انتهى الوقت، شكرا. هل من تعقيب اضافي؟ ما كاينش تعقيبات اضافيه. تعقيب اضافي؟ تفضل. كاين سي خربوش. وين تفضل سي خربوش؟ تفضل سي النائب المحترم. سيد الرئيس المحترم، للامانه وانا احد ابناء الاقاليم الجنوبيه، هذا الموضوع ديال الرخص هو من احد المواضيع الاكثر عقلانه ضمن مخطط الاليوتيس، وذلك وفق جوج المبررات اساسيه غادي نقولهم لك باش نور الراي العام ككل. اولا، الرخص ديال الصيد البحري لا تعطى الا وفق دراسات وابحاث المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري. ثانيا، كل الرخص لا تعطى الا ارتباطا باستثمارات ذات وقع واثر على الساكنه المحليه وفق شرطين اساسيين. الاول، احداث وحدات محليه لتثمين الموارد البحريه. ثانيا، يعني توظيف اليد العامله المحليه ارتباطا بهذه الاستثمارات. شكرا سيد الرئيس. شكرا سيد النائب المحترم. تفضل سيد الرئيس. سي العبدي. عامل الايجابيات سيد الوزير لهذا البرنامج ديال اليوتيس، ولكن في نفس السياق نكمل لك مجموعه من الملاحظات اللي عندنا بغيناكم تاخذوها بعين الاعتبار. لاكواكولتور طلبتوا وعدتونا في 2009 ب 200000 طن، اليوم انتم في 1000 طن.
رغم الاتفاقيات والشراكات اللي عقدتوها. لو طون روج هذاك غير بكل المعايير، واحد ربعه ديال السفن ديال لي طوني سينيور سينيور عاطينهم واحد لي كوطا، هذوك لي كوطا ما كيصيدوهم ما والو، كيبيعوهم وكيبيعوهم ب 8 مليون ديال الدرهم في الوقت اللي حنا عندنا ازمه ديال كورونا. كذلك هذوك الناس اللي كتعطوهم بعض الرخص ديال الكلاج ديال لي مادراك وكتعطيهم الكوطا ديال 135 طن، الكوطا ما كيستعملوهاش، كيمشيو عند هذوك اللي هما مصايبين اللي مصايبين الكلاج ديال لي مادراك وكيبيعوها ليهم. حنا السيد الوزير حنا بغيناك تكون عارف هذا الشيء هذا، لان داخل الاداره ديالكم هناك مجموعه من كنظن ان المعلومه ما كتطلعش حتى للفوق، او هناك واحد الحاجز كيوقف فيه. انا كنطلبوا منكم انكم تفتحوا هذه الامور، لان هذه بلادنا حنا عارفينك عندك غيره عليها، وانت جيتي كتصلح القطاع عطيه نفس الاهميه اللي كتعطيه القطاع ديال الفلاحه. السيد الوزير شكرا. شكرا. هل من تعقيب اضافي اخر؟ السيد الوزير تفضلوا. تفضل السيد الوزير. السيد الوزير تفضل. شكرا السادة النواب المحترمون السيد الرئيس. شحال عندي الوقت؟ 3 سكوند. لا السؤال ديالك جاو فيه مشاكل متعددة. القضية ديال فيلي مايون دي ريفون فعلا 30 مليون ديال لوغو اللي كانت استعملات باش الناس تحيد باش تحيد الشباك ديالها وتحيد الشباك ديالها. وإلا كاين شي واحد اللي كيغش راه كاين دي بيناليتي وكاين دي بوسي فيربو اللي كيتعملوا. دونك كيكون لي كونترول وشحال من واحد كيحصل وشحال من واحد كيخلص، وبخطاتها كتمشي لا بيناليتي حتى المليون ديال الدرهم اللي كيتلقى. دونك هذا الشيء قانون راه مطبق على الجميع. دوزيامون القضيه ديال هذاك القضيه ديال او اس دبليو، بالنسبه دابا انا يعني الصيد الساحلي مع الصيد الاعالي البحار ولا الصيد المتوسط، هذا في 2004 بلي كانت الازمه ديال البولب، واحد العدد ديال الناس اللي في الصحراء يعني في المناطق الجنوبيه ديالنا كانوا عندهم مشاكل داو استثمارات في لي فريغو في لي زوزين وما عندهمش لا ماتيير بومير لانهم شات البولب ما بقاش. انذاك الحكومه اللي كانت انذاك عطاتهم دي كوطا وقالت لهم سيروا جيبوا لي اي اس دبليو وصيدوا السردين وديروا وكونجيليو. بلي جينا حنا قلنا بلاص ما يبقاو دي باتو ايترونجي اللي يخدموا غادي يولي ان سيكتور اورغانيزي. الله يخليكم درنا ان ابيل ا مانيفيستاسيون دانتيري، اللي عنده لوزين خاصو يجيب لي كونتيتي ويكون الباتو ناسيوناليزي ويكون مغربي. من ذاك الوقت هذاك الشيء اللي داو ما تزاد ولو باتو ما تزاد على الحساب. دونك الامور حنا بالنسبه لنا يعني هي واضحه. النقطه الاخرى اللي تكلمتي عليها الاخيره لو طون روج. لو طون روج سي تري سامبل. لو طون روج قبل ما نجي انا في 2004 كانوا 18 ديال المزاريب وربعه ديال لي باطو اللي كيتعطاو. بلي جيت في 2007 كان مشكل ديال لا كونتيتي ديال الطوناج ديال يعني ديال هادشي ديال طون روج. وكتعرف بانه هادشي منظم في ليكات، واحد المنظمه عالميه اللي هي كتعطي لي كوطا، والمغرب عنده 10% ديال هاد لي كوطا. وبلي كنتفقوا على لي كونتيتي كنقسموها على الناس، كنقسموها على هادوك المزاريب وكنقسموها على لي باطو وكنقسموها على داكشي لابيش سكوندير كتمشي لهادوك القواريب الصغار. دونك بلي تنقص نقصنا لهم، ولاو سدوا، ولاو 8 ولاو 7 ولاو 6 لان ما بقاوش لي ميم كونتيتي، ولاو كيتجمعوا. بلي تزاد لو طوناج لانه ولا الحوت مزيان وداك الشيء، عاود عطيناهم لي ميم كوطا لهذوك الناس اللي عندهم المزاريب واللي عندهم هذا. الا تبدل محمد بحمد، هذاك راه شغلهم استثمارات كيبيعوا وشراوا بيناتهم. ولكن انا كوزير ما عطيتش ان افور دو بيش سوبليمونتير ديال لي كوطا باش نعطي الناس خويين يمشيو يصيدوا هذا. دونك الامكانيات، انه انا اهم حاجه عندي، انا ما كيهمنيش شكون اللي كيصيد، انا اللي كيهمني واش لا ريسورس الي بروتيجي ولا لا. دونك حنا احترمنا جميع المقاييس في هذا النظام. وشكرا. شكرا السيد الوزير.